ياو السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، مرحبا بكم معايا في لاشين، مرحبا بكم في مدينة إنزكان. عادي تقريبا 7:30 ديال العشية، واليوم إن شاء الله جيت ندوي لكم على واحد الموضوع اللي مهم بزاف بالنسبة لكاع لي موطار، كاع الناس اللي عندهم مطر، وكاع الناس اللي بعد باغيين يشرو موطور. يعني موضوع ديال هاد الحلقة هو الروداج. بزاف ديال الناس ما عارفينش كيفاش يروديو الموطور، ومع العلم بلي في يوتيوب عامر بلي فيديوهات كيدوي على الروداج، وما كاين حتى شي واحد كيعطي فكره مزيانه وصحيحه. بون اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا لهذا الموضوع بطريقه علميه، بحيث حتى شي واحد ما يلقى حتى شي مشكل بالنسبه للروداج. اولا قبل ما نبداو ندوي على هذا الموضوع، خصنا نعرفوا هو الاول شنو هو الروداج. الروداج اخوتي هو اوبيراسيون اند فينيسيون، حيتاش فاش كنخرجوا الموتور في لا ميزون كيكون دايرين لي واحد لاليزاج، كيجمعوا ما بين البيستون بيبروكان سيلاندر اكسيتيرا لي سوباب كلشي داكشي. دونك كيكون واحد الالتحام ما بين لي بيس، خاص دوك لي بيس يتوالفوا مع بعضياتهم، يعني كل واحد يدير بلاصتو، بحال البيستون بحال البيبروكان بحال السيلاندر اكسيتيرا. كاين اللي كيقول بلي الروداج خاصك تشد الموتور وتعطي ما عنده، يعني تجر ليه الكابل من الديبار من النهار الاول. راه ديك فكره خاطئه، يعني كاع الناس كيقولوا هذه القضيه، ولكن شي راه فكره خاطئه، حيتاش البيستون والسيلندر والبيبروكان فاش كنديروا داك لاليزاج كيكونوا حرشين. يعني علاش حرشين؟ حيتاش مازال ما مستعملين. داكشي علاش حنا باغيين نديروا الروداج، باش البيستون يولي ملس. انا حاليا كيف الروداج، حيت عاد بريباريت الموتور، دابا تقريبا 15 يوم انا مبريباري الموتور، يعني دابا قربت نكمل الروداج. يعني دار معايا السيد 500 كيلومتر ندير ليه الموتور، ولكن دابا في 500 كيلومتر دابا راه شي تقريبا شي 800 كيلومتر دابا دخلت فيها. حيتاش الروداج كل ما زدتي اكثر كل ما كيكون الموتور احسن، حيت هذا الشيء ديال الشينوا، كل ما تهلاتي فيه مزيان وكل ما صبرتي معاه حتى هو غيصبر معاك ويتهلا فيك مزيان. هذا الشيء اللي كاين. يعني كما قلت لكم فاش كتشريو الموتور في لاميزون، في الماكينه كتكون فيه واحد الزيت خفيفه، هذيك الزيت خاص هذيك خصيصا ديال الروداج خفيفه، كيكتبوا فيها في الماكينه بواحد السكر الصفر، كيقولوا بلي راه الزيت هذه صالحه غير 300 كيلومتر الاولى بوان فينال، ما تفوتوش ديك 300 كيلومتر. يعني ديك الزيت فاش كتمشي انت كتمشي كتبغي تبريباري الموتور ديالك، داك المعلم اللي عندك من كتبريباري خسرت ليه البال باش ما يحيس لك ديك الزيت ويلوح عليك ويبدل لك زيت اخرى. قول ليه لا رد لي هذيك الزيت باش تنكمل به الروداج ديال 300 كيلومتر. ديك الساعه كتجي لعندو لا ميزون كيبدل لك ديك الزيت وكيزير لك لي بيس ديال الموتور، بحال لي بولون كاملين راه كيتمو كيتحلو، حيتاش الموتور فاش كيخرج من لا ميزون كيكون واحد الزيار، ما كيكونش الزيار كومبلي ديال بصح، وفاش كتحرك الموتور كتخدم به كيوليو لي بياس كيتحلوا بحال لي بولون بحال كاع لك شي كامل اللي هو فيس كيتحل، يعني كتعاود ليه الزير ا زيرو. وبالنسبه للروداج كما قلت لكم دونك الكونتور ديجا فيه 80 كتقسمو على جوج كتولي 40، يعني ما تفوتش ليه 40 كيلومتر في الساعه. ديك 300 كيلومتر الاولى حتى 500 كيلومتر يعني ما تفوتش به 40 نهائيا، بقى تلعب ما بين 35 حتى 40. ومن الاحسن نتفاداو طلعي وبحال شي طالعه مزيان بحال ديال اكادير وفلا، من الاحسن تفاداوها، حيتاش كيتم البيستون كتعطيه لا فورس مزيان، وما خصوش ديجا هو ما تفرسيش عليه، حيتاش باقي في الروداج، يعني باقي خص غير يطلع بشويه بيهبط بشويه، ما خصكش فرصه عليه مزيان. دونك من الاحسن تفاداو الجبوله ودوك الطرقان الصعاب واللي فيهم لي دودان ودوك الحفاري، يعني من الاحسن الموتور باقي في الروداج خص طرق ديجا تكون ملساه تكون مسرحه، ما خصكش تهز معاك دو بلاص، يعني ما تفرسش على الموتور ديالك تهز به الثقل كيف ما كان، شي تقديه شي صندوق تفوت ديك الروداج ديالك وديك الساعات هز به الا بغيتي. وتا دو بلاص من الاحسن تفادى دو بلاص، حيتاش كما كينصحوا الناس اللي فايتين في هذا الشيء وعارفين في هذا الدومين كيقولوا بلي الروداج خاص الموتور ما تهزش به الثقل وما تطلعوش في دوك الطلاعي الكبار، يعني وخصك ديما دير بروميان دوزيام تروازيام كاتريام في 40 كيلومتر في الساعه، يعني ماشي تم انت غير 30 كيلومتر في 40. يعني انا دابا في تروازيام، يعني خلف تروازيام كطلع حتى لديك 35 وكضرب 40 صافي، كتبقى الاكسيراتور مرخيه، يعني ما تزيرش عليها مزيان، خليها دابا تمشي بواحد النيفو، ما يطلعش الكونتور وما يهبطش، خليه في واحد نيفو 40 صافي، يتم الموتور غادي مزيان، سير ضرب به مسافه كثيره. وعاوتاني حاجه اخرى، يعني بالنسبه للروداج راه
ما خدامش في المدينه حيتاش المدينه كتبقى ديما واقف موراك واقف موراك كاين اللي كاين اللي فروج كاين الزحام عطيني الطوموبيلات يعني كشوف في الطريق وغير ديما كتورك شويه وتوقف تورك شويه يعني ما خدامش الموتور اللي في الروداج. انا جبت على الوقت حيت انا حاليا في اكادير يعني ما عنديش شي طريق مسرحه يعني الدراري كما قلت لكم عمركم تسمعوا شي واحد اللي ما عندوش خبره في هادشي ديال الماطر كتمشي تم غادي مع شي واحد كتسولك تقول له خويا واش نشري موتور جديد واش نبريباري كيقول لك ايه سير خذ السايكونت وبريباري واعطي نمو يعني ورك لاكسيراتور ما توقفش ما تحنش هذيك راه فكره خاطئه حيتاش اون فوا غادي تخرج الموتور ديالك في لا ميزون وبريباريتي يعني درتي له اجزاء جداد ومشيتي وركتي ليه راه غادي تجرح البيستون وغادي تجرح البيمبروكان وداكشي كامل وغادي يولي الموتور لك فاشل يعني غيضرب لك غادي يخدم غادي لك مارش ولكن ما غاديش تلقى فيه ديك السرعه اللي بغيتي. يعني انت ديجا جاي بموتور سايكونت وما صبرتيش على ديك سايكونت خسرتي عليه مازال واحد 2500 درهم بالنسبه للبريباراسيون وتجي حتى للروداج اللي هو اهم حاجه في الموتور وتجي تخسرو حيتاش كما قلت لكم ديجا الروداج راه هو اللي كيمثل 80% بالنسبه للسرعه ديال الموتور وهذيك الساعه كتبقى معطيني البريباراسيون. ايوا هذا مكان الا نسيت شي حاجه تقدروا تخليوها ليا في كومونتير نقدر نجاوب اي واحد فيكم شي معلومه على حساب الروداج شي معلومه اخرى كيف ما بغاتكم في الموتور كتبوها ليا في كومونتير راه ان شاء الله غادي نجاوبكم كاملين. خليكم مع هذا المنظر الرائع الا بغيتو سينون تهلاو.